بعد أن عجزت الميليشيات الحوثية من إحراز أي تقدم خلال الأشهر الماضية في جبهات الفاخر وحبيل العبدي واليوب وبتار ومريس والأزارق وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، تحاول الميليشيات الحوثية فتح جبهة جديدة من اتجاه منطقة الثوخب شرق منطقة الحشا، حيث قامت الميليشيات الحوثية بتعزيز مواقع جبل المسيوح ومناطق الثوخب بأعداد من عناصرها وبالأسلحة الثقيلة والتي تطل على مناطق اليوب وبتار والمشاريح المرياح ومناطق حجر. وكانت معارك عنيفة قد اندلعت خلال الساعات الماضية عقب قيام الميليشيات الحوثية بالقصف العشوائي باتجاه مواقع القوات المشتركة وألوية المقاومة الجنوبية في جبهات الجب وبتار وما جاورها، لكن الأخيرة تصدت لهجماتها وأجبرت عناصرها على الفرار باتجاه مناطق الحشاء وسط خسائر في صفوفها. خلال الساعة الماضية دارت معارك في منطقة المصيوح الذي هي معدة لجبل الحشاء الذي تراه أمامكم الآن، وسنظل نقاوم الحوثيين حتى نخسر آخر قطرة من دماءنا، ولن نكل ولن نمل، سنظل نقاوم على بلادنا وعلى أرضنا وعرضنا. إحنا في جبهة الأمامية جبهة الثوخب، ما تحقق حاولات ميليشيات الحوثية بغزي وقصف ناري إلى مزارع المواطنين إلى المناطق السكانية من جبل المصيوح، وكان بيننا عهد واتفاق احنا وابناء الثوخب وغدرنا وطلعت يعني جبل المصيوح، والان تم محاصرتها. العميد ابو قاسم الصولاني قائد اللواء الاول صاعقه قال بان القوات المشتركه المرابطه في جبهات الضالع التزمت بقرار مجلس الامن بشان وقف اطلاق النار، لكن الميليشيات الحوثيه لم تلتزم وقامت باستحداث مواقع جديده من اتجاه مناطق الثوخب بمديريه الحشا، وقامت بشن هجمات واستهدفت ايضا المناطق السكانيه في خرق واضح لقرار مجلس الامن. وكان فريق عسكري قد قام بزيارة جبهة الثوخب والمشاريح غرب الضالع برئاسة العميد عبد الله مهدي رئيس غرفة العمليات المشتركة للاطلاع على جاهزية الوحدات العسكرية والخروقات التي قامت الميليشيات الحوثية بارتكابها خلال الساعات الماضية. نحن هنا أفراد وضباط وصف ضباط اللواء الأول صاعقة وكل القوات الجنوبية والقوات المشتركة، نحن هنا في المواقع الأمامية، التزمنا لقرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار، ولكن الميليشيات المغفلة التي لا تفهم لن تلتزم. نحن هنا وسنلقنها دروس قاسية بإذن الله تعالى. نحن هنا في المواقع الأمامية، ونحن هنا إذا استلمنا التوجيهات من قيادتنا مستعدين ندخل إلى إب ما بعد إب، ولكننا نحترم توجيهات قيادتنا. اندلعت معارك ضارية وعنيفة خلال الساعات الماضية في المناطق المحاذية لمديرية الحشا، وبالتحديد في منطقة جبل المصيوح الذي يظهر أمامنا من هذا الاتجاه، وقد قامت القوات المشتركة وألوية المقاومة الجنوبية بالتصدي لتلك الهجمات بكل بسالة، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعهداد، وتتعهد بالتقدم وتطهير تلك المناطق المحاذية لمديرية الحشا من اتجاه جبل المصيوح في جبهة الثوخب. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع.